السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نرسم سلم سكتش. طيب هقوله نيو واختار بقى ان انا هشتغل على اركتكتشر تمبليت بروجكت. واقول له ان انا عايز ارسم ستير. طيب هو بيبدأ يدرس ان انت ترسم من اني ليفل لاني ليفل ويبدأ يشوفها كام درجة. يعني لو جيت هنا وقلت له ماينص متر على سبيل المثال هيبدأ يحسب ويشوفها كام. لو قلت له دي مثلا 2 متر مثلا او خليها متر مثلا، تمام، فبيبدأ يحسب عدد الدرجات. طيب دي تقدر ترسم على طول اوتوماتيك، تيك تيك، خلاص هو عمل سلم بسيطة. لا بس ممكن يكون احنا عندنا حاجة سبيشال شوية، فممكن نستخدم ان انا هعمل كريت سكتش. كريت سكتش بلاقي فيه باوندري اللي هي الحدود بتاعة السلم، وبلاقي فيه رايزر اللي هي درجة السلم. طيب احنا نرسم كام سلمة؟ اللي هم 11 سلمة. طيب هقول له باوندري، ممكن ترسم مثلا السلم بتاعك بالشكل دوت، تمام، ممكن ترسمه مثلا مايل كده، تمام، وترسم باوندري الناحية التانية مايل بالشكل دوت، تمام. او عشان ترسمه مظبوط ممكن نقول له ان احنا نعمل ميرور بالشكل دوت، وممكن تقول له برضو باوندري انا هرسم مثلا بالشكل ده وهكذا. طيب بعد كده هتقول له رايزر، وتبدأ بقى تقول له ان احنا هنرسم درجات السلم. اهو دي مثلا اول سلمة، وممكن نقول له مثلا اوفست هنخليها 280 مثلا اهو. كده كام سلمة؟ كده ممكن نزود بقى، على سبيل المثال، تمام. الباوندري انت ممكن تلغي كام واحدة مفيش مشكلة يعني عادي يعني، تمام. ممكن تقول مثلا هرسم من هنا لهنا، طيب ايه اللي مطلوب بقى؟ مطلوب ان احنا نشيل الزوايد. يعني هاجي هنا واقول له انا عايز لحد هنا، تمام، ونفس الكلمة نفس الموضوع الناحية التانية. أو خليها دي كده، هتلاقي عمل لك السلم هوت، وتقول له اوكي، وتقدر تشوفه في السكشن و 3D.